ليس بهذا القدر العسكري أرادت فرنسا في أولويات رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، بل أكثر مما أوروبا عليه الآن لتكون أكثر قوة عسكرية في العالم وذات سيادة كاملة، سيادة اكتشف الأوروبيون غيابها إثر ظهور عجزهم على إجلاء مواطنيهم في الأزمة الأفغانية لولا تأمين الولايات المتحدة مطار كابول ب6000 جندي أمريكي على الفور. لكن وبعد مضي أسابيع قليلة فقط من خطة الرئيس الفرنسي بتبني البوصلة الاستراتيجية للدفاع والأمن الأوروبيين للعقود القادمة والبث فيها خلال القمة الأوروبية المقبلة، شنت كتلة اليسار غداة انتزاعها رئاسة البرلمان الأوروبي لصالحها هجوما لاذعا انضم له نواب من المعارضة الفرنسية ومنهم أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة على الخطة الفرنسية، وما قد تكلل بوضع لجنة جيش أوروبي موحد، الأمر الذي تحاشت فيه رئيسة البرلمان الجديدة في أول ظهور لها الإشارة مطلقا إلى البند العسكري على أجندة الرئيس الفرنسي، إشارة ضمنية مباشرة له إلى معارضتها جملة وتفصيلا. دعني أن أقول لك مرة أخرى السيد الرئيس بأن البرلمان الأوروبي يقف إلى جانب الرئاسة الفرنسية في مواجهة تحديات عديدة طرحتموها، وأقصد التحديات المتعلقة بقيمنا الأوروبية ودولة القانون والسيادة والتغير المناخي والأزمة الصحية. موقف البرلمان الذي جاء أثناء عرض الرئيس الفرنسي أولوياته الأوروبية يكون بذلك قد وضع عصا أخرى في العجلة الفرنسية في أول الطريق إلى أوروبا قوية. على خط موازن اتهمت فرنسا بفشل رائع بحسب توصيف بعض التقارير عندما أضاع الرئيس الفرنسي فرصتين لوضع القوة الأوروبية موضع التنفيذ في مواجهة حدثين هامين في الجوار الجيوسياسي الأوروبي، الأحداث في كازاخستان والتصعيد الأخير ما بين روسيا وأوكرانيا، وثم تفردت الولايات المتحدة بالتحدي فيما بقيت أوروبا تفكر وتراقب القطارات تمر. وبدأت بالفعل المفاوضات الأولى بين الروس والأمريكيين في جنيف بدون الأوروبيين، وما أحرج كل ذلك أوروبا برمتها. كان الاجتماع اجتماعا ثنائيا، ولم تكن المسألة تتعلق بحضور أوروبا على طاولة اجتماع الولايات المتحدة وروسيا أو اجتماع روسيا وحلف شمال الأطلسي، لكن المسألة الجوهرية تتعلق بكوننا منسقين تماما مع الولايات المتحدة قبل وبعد الاجتماع، وثم سنرى ما سيعقب هذه المفاوضات. وباستثناء التحذير الألماني الذي عد الأقوى أوروبيا بمعاقبة نورد ستريم 2 كجزء من التكاليف الباهظة بحق روسيا إذا ما هاجمت أوكرانيا، يعد الموقف الأوروبي حتى اللحظة متخلفا عن مواكبة تحركات وتحشدات واتصالات مكثفة. كما أن البوصلة الاستراتيجية الأوروبية حتى مارس آذار المقبل قيل إنها نص جميل ومثير، لكنها أقل بكثير من تحديات العالم الجديد الآخذ في الظهور. فكرة امتلاك أوروبا لجيش قوي موحد لا أحد يعدها بدعة فرنسية، على خلفية أن الفكرة قديمة قدم المشروع الأوروبي، لكن الرئيس إيمانويل ماكرو يبدو كأنه التقط العبرة التي استخلصها الأوروبيون أنفسهم من الأزمة الأفغانية. رغم ذلك يقال إنه ليس من الضرورة أن ينجح طالما لا تزال هناك ممانعة قوية والعديد من العقبات. من بروكسل كريم بغساني، اليوم.